هو في الحق مثلا ما نهضر نقول مثلا هذا كريمه غيث هي اكتشاف في هذا المسلسل هذا تنعرفها اون فان تنتعرفوا ولكن تنتعرفوا على بعد اول مره غنتلاقاو من غير ما نهضرش على الصوت ديالها كل شيء تعرفوا كمغنيه رائعه وكصوت طروب وجميل نهضر عليها كممثله ممثله اللي تتبصم الخطوات ديالها وغاديه في الطريق الصحيح وتنظن بان عندها واحد الطاقه كبيره اللي باقي تتسنى خصها تفجر بار كونتر فيصل العزيزي تنعرفوه من قبل اولا حنا خريجين ديال نفس المعهد العالي للفيلم المسرحي والتنشيط الثقافي وكنت عرفته في البدايه ديالو اولا خدمنا في المسرح عاد خدمنا في التلفازه وهنا كانت عندنا واحد الفرصه كبيره ولا مساحه كبيره باش نتلاقاو فيها بزاف ونتقاسموا هذا المسلسل هذا ما ننساش ايمن السرحاني اللي مثل معنا واللي كان عنده واحد الدور مهم في هذه السلسله وكانت اول تجربه ليه واللي بغيت نقول بان داك السيد اللي جوست مانيفيك هو صديق ديالي وصاحبي ولكن الحاجه اللي كثر بانه الخوف ديالو وبانه خاصو يكون في المستوى هو اللي عطى واحد اللمسه جميله في الدور ديالو وتنتمنى له تنتمنى له مسيره موفقه ما تنهضرش على الغناء راه غادي مزيان هادشي النيت اللي بغيتو ان شاء الله غيدخل في التمثيل وغيكون بغيتو اللي هضرنا بغيتو يؤدي شي دور ماشي ايمن السرحاني يؤدي دور اخر هنا غياكد الجمهور بان ممثل واكثر من مغني.